أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مرحبا بكم معنا اليوم البطل الأولمبي عز الدين نوري ابن مدينة أسافي الحاصل على ميداليتين ذهبيتين في منافسة لندن 2012 ومنافسة بريزيل 2016. مرحبا. سي عزيز، تقدر تعاودينا على المشوار ديالك في البداية ديالك كيفاش بدات مع الرياضة ديال رمي الجمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المشوار ديالي كيف ما بدا، أول حاجة أننا كنا كنجو دراري صغار لهاد الجمعية في النادي الرياضي ديالنا، كنا كنجو غير كمشاركة في أنشطة اجتماعية ترفيهية خرجات، ولكن من بعد أننا نباطق من هاد الجمعية واحد الشق رياضي، الشق الرياضي اللي دخلنا ليه حنا كأطفال وبدينا كنمارسو فيه عدة رياضات، كرة السلة وبزاف ديال الرياضات. أنا مشيت في كرة السلة وعمري كنت متوقع أني غادي نكون في مجال ديال ألعاب قوى، كنت كنحلم أني في كرة السلة نحترف على برا وبزاف الحوايج. مشيت في هذا المجال كيف ما كتشوفوها، أول ظهور لينا في سنة تقريبا 2000 و1999، ومن هنا تتم في المشاركة ديالنا في كرة السلة عبر السنوات، بقينا في منافسات تحصلنا على البطولات. من بعدها مشيت اتجهت للألعاب القوى غير كمشاركة عادية لتقوية النادي في المشاركات ديال الوطنية، لكن من بعد بديت كنكتشف أن أنا ما كنترينيش في هذا المجال، وعندي رقم مزيان والرقم العالمي. ملي جينا نشوفوا الأرقام العالمية ملي ولات وسائل الاتصال الإنترنت بدا كيتعرف، عرفنا أن كاينين المسؤولين كنطالعوا على الأرقام العالمية ديال المجالات في الإعاقة ديالنا. قلت علاش هادشي خصك غير شويه ديال الخدمه وان شاء الله يكون خير، وهادشي اللي خلانا اننا غنبدا اني قبل ما نمشي للمعسكرات اني بديت كندرب غير وحدي غير في المهم في الخلاء في واحد البلاصه كلها شوك، وكن نشد واحد الكره جله كما كتشاهدوا بحال هادي، وكنعملوا فيها واحد الحديده وقنب حلقه باش كترمي وكتجرح، حيت ما عندناش الماتيريال كثير، وحنا عندك راكب في الكرسي بحال هذا يعني ما يمكنش تطلع فوق كرسي وترمي وتعاود تنزل تمشي تجيب. اللهم الحل الامثل هو انك غتعود فيها خيط ترمي وكتعاود تجر، هي الوسيله اللي كانت عندنا. من بعدها صافي زيد الاحتكاك ودخلنا موراها المعسكر، نادوا عليا المنتخب دخلنا المعسكر، ومن ثم بديت كنحتك كثار يعني لقيت مدرب لقيت ماتريال يعني عاد بديت كنعطو. الحمد لله حتى وصلت للميداليه الاولمبيه في لندن، هي اول ميداليه اللي كنت ماشي من المغرب وعارف راسي اني غنديرها، يعني غادي كنت موجد ليها على حقها وطريقها. ولكن المشكل هو اننا مني حصلنا على هذه الميداليه من بعدها كنا كنتوقعوا ان الظروف غتتحسن، ويعني كنا كنحلموا بزاف ديال الاحلام، ولكن كنصطدموا بالواقع مني رجعنا للمغرب. انا لدرجه انا غير كتسمى راك بطل، كيقولوا الناس راه بطل راه ما عادش دار، ولكن الناس اللي ما كيعرفوش ان الفلوس اللي تعطاوتنا من الوزاره من الناس، ان احنا ما كناش ساكنين غير شدينا درتها في سكن، يعني ما عندكش الناس باش يعيش، يعني كون ما جاب الله واحد استقبال مع سيدنا باش خريت واحد الدنيا هي باش عايش، وهي باش كون ما كانش هي يعني ما عندناش باش نعيش، وكاين ابطال اخرين ما عندهمش الصراحه باش يعيشوا. انا مازال عندي واحد 1800 درهم يعني كنقاوم بها الشهر لحد الان، انا مورا 2012 النادي باقي كيخلص عليا لاصال اللي الثمن ديالو كيتعدى 60 درهم، ما يمكنش ان بطل اولمبي باقي كيخلص عليه واحد اخر نادي لاصال ب 60 درهم، 60 درهم يعني كيبان ان ما كاينش شي تقدم كثير، ولكن رغم هذا الشيء ما كتقدرش تسامح في حقك، وهذا الشيء كيزيدنا حنا غير اصرار باش خلانا قاومنا باش نحاول حتى في الالعاب الاولمبيه اللي الاخيره بريو، اننا رغم هذا كل شيء الاكراهات وهذا الشيء قلنا ضروري خاصني نعاود نجيب شي ميداليه، لان لجنه الميداليه غنوصل لوسائل الاعلام باش نعاود نشكي على داك الشيء اللي وقع ونشوفوا واش غيكون شي جديد عاوتاني ولا ما كانش، غنجيبو ان شاء الله في طوكيو ما خشى غنستعد ليها رغم الاكراهات وكل شيء هاد الناس، وان شاء الله ما خشى يكون خير. بخصوص الوقفه الاحتجاجيه اللي كنتي كدير قدام عماله اسبي، تقدر تقرب الراي الان العام السبب ديالها؟ علاش الوقفه الاحتجاجيه اللي درت امام العمالات اسفي؟ لاني كنت تلقيت وعود من الوالي القديم اللي كان في السابق وهذاك السيد الوالي كانت وعود
انه يكون شي حاجه يعني شي كوشك ولا اي حاجه اللي غتعينني على الحياه. وفي الاخير كنستعظم ان ما كاين والو، مدينه اسفي كامله شرفنا المدينه وحنا كابرين في هاد المدينه ورفعنا رايه المغرب من هاد المدينه، يعني ماشي شي حاجه سهله. وفي الاخير كيتفقوني بجره من طين، يعني هذه كيبان لي اش غتعمل لي انا ديك الجره، يعني ما غتعمل لي حتى حاجه. فذلك انا لاحظت ان ناس اخرين كتعطاهم امكانيات كيقوموا بشي حفلات، يعني كتعطاهم فلوس. علاش انا اللي مثلت هذه المدينه ما تعطانيش واحد غير واحد جزء غير باش نتعامل انا والتعاون على هذا المشوار الرياضي؟ حتى الرياضي راه ماشي سهل، لان انا ماشي رياضي كامل 100%. انا الرياضي كيحتاج مواد مكملات غذائيه، عندهم لي فيتامين، ماشي حنا كنمشيو غير بخبز واتاي باش كنجيبو هاد الميدا، يعني راه كتقاوم بزاف حوايج. ما عندنا لا تطبيب لا مساج لا والو، يعني عندك خاص لا ما عندكش مين غتخسر هادشي. هذا هو المشكل، هذا هو السبب ديال الوقفه الاحتجاجيه. عندك شي رساله باغي تقدمها كما الاشخاص اللي باغيين يمشيو في نفس الاتجاه ديالك مع رياضه رمي الجمله، سواء الاشخاص الاسوياء ولا الاشخاص ذوي احتياج خاص؟ الرساله اللي عندي لاي شخص اولا هي ان الرياضه راه مكسب للذات ماشي مكسب بعدا لاي حاجه. من الاخر ما يجيش مكسب مادي، على الاقل كيكسب بها صحته وكيبعد على بزاف ديال الحوايج. اما بالنسبه للاشخاص اللي في وضعيه الاعاقه فان اهم ليهم من اكثر اي شخص، اكثر من اي شخص اخر. لان اول حاجه عوض داك الشخص اللي غيبقى تجون بين واحد اربعه الخيوط، ولا كيف ما كنشوفوا حنا ديما شخص معاق، لما كتذكر شخص معاق في اي حاجه كتذكر ان هذا الشخص معاق كيبان لك خاصو في مس الحاجه. ما كيذكروش الشخص المعاق انه هو راه فعال في هذا المجتمع كيعطي، كيذكرو غير في خاصو كيسعى ولا خاصه مساعده ولا هذا. علاش هذا الشخص المعاق خاصو يشوف هذا الشيء الانجازات الرياضيه باش حتى هو يخرج يقول علاش انا ما نكونش بحال هذاك الشخص، انا نمشي خصني نشارك في المسابقات. وهذا الشيء شكون كيلعبوا؟ كيلعبوا دور الاعلام، لان يعني الاعلام ملي غيولي كيبين لي انا في التلفزيون، كيبين مقابلات كره السله، مقابلات كره الطائره جلوس، عطا الله تاع الرياضات، ملي غيشوف كل واحد غيلتاج يقول علاش انا ما خصني نبان في ديك الاذاعه، علاش انا خصني نولي ندير الرياضه، فين هذا النادي كيدير الرياضه؟ لان وسائل الاعلام هي اهم شيء، الا وصلت له هذا الشيء غادي تفكم بزاف الحوايج. ما غيبقاش الشخص معاق غير الشخص المعاق ديما محتاج، غير حتى هو فعال في هذه البلاد وكيعطي بزاف د الحوايج. واخا تكلمت على منافسة ديال طوكيو القادمة إن شاء الله، واش كتوقع اللي تقدر توصل لهم هما الواقع اللي كتعيشو دابا حاليا؟ بصراحة هي أنا متوقع أني غندير فيها إن شاء الله نتيجة أحسن. وأنا كنت كيف ما كنت قبل في الأولمبياد لندن كنت كنتوقع أنا في هذه الأولمبياد أنا باغي ندير ذهبية في الجلة وذهبية في الرمح، ولكن المشكل الإمكانيات هي اللي ما ساعدتنيش باش نوصل في هذا. بالعكس لقيت إكراهات قبل من الأول، مازال في الأول كنت ما معروفش بعدين مني، اما مني وليت معروف يعني بزاف ديال الحوايج ديال الاكراهات الاصطدامات. اول واحد مره في الاول كنت الحلم ديالي كنقول راه الا درت واحد النتيجه راني غنترقى، انا بزاف الحوايج كانت امكانيه ديال الوظيف، كيكون عندك واحد الحلم. ولكن ملي وصلت ليه وما لقيت حتى حاجه باش حلمتي به بحال كيتهرس عندك داك الحلم. هاد النتيجه الاخيره غير جات اني باش ناكد اني راني ماشي بطل صدفة، ولا اني انا راه خدمت عليها وجدها وباش يعرفوا هاد الناس شنو واقع، وبغيت نوصل بها رسائل على داكشي اللي كان وقع في 2012 ومن بعده لحد الان. لان ما يمكنش هاد الرياضي قلت لك ما عندوش باش يدير نتيجة وما عندوش كيبقى يتسنى واحد اخر يخلص عليه. قلت لك انا لا صال باقي للنادي كيخلصوا عليا، يعني هادي راه ماشي غير شي ثمن بسيط 60 درهم 60 درهم شهريا، ماشي حتى هي كنا يوميا شهريا، يعني راه كيبان لك ان هذا الرياضي راه ما عندوش.